قاعدة تقول كل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. فالأقوال والأعمال التي يحبها الله ويرضاها تدخل في مسمى التعبدات، كالإيمان والتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانات وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والمواثيق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والتعلم والتعليم والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل. كل ذلك يدخل في حيز العبادة. لما؟ لأنها أمور يحبها الله ويرضاها.